جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال ايضا شيخ صالح ويقول: هل يعد التدخين انتحارا بطيئا او ما هو حكمه؟ جزاكم الله خيرا. التدخين فيه أخطار ويسبب أمراض خطيرة، كما قرر ذلك أهل الطب من مختلف بقاع العالم، كلهم أجمعوا على أن الدخان مضر للصحة وأنه يسبب أمراضا خطيرة، وتقريراتهم وكتاباتهم معلومة ومشهورة، فلم يبقى مجال للشك في تحريم هذا الدخان الخبيث. فإذا تعاطاه الإنسان فإنه يكون متسببا لإصابته بالمرض فيأثم على ذلك، وإن لم يكن يصل إلى حد حكم الانتحار أو حكم قتل النفس، ولكن يكون متسببا لإمراض نفسه وإصابتها بهذه الأمراض. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان من الخبائث يكون محرما، وتعاطي الحرام فيه إضرار بالنفس وإضرار بالدين، والدخان زيادة على ذلك فيه إهدار للمال من غير ما فائدة، فكم يستهلك هذا المدخن من الريالات في شراء الدخان، وماذا يعود عليه من الفائدة، بل على العكس تعود عليه المضرات الكثيرة، فهو يشتري الأمراض لنفسه وينفق فيها ماله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعن إهدار المال في غير فائدة، والإنسان مسؤول عن ماله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا ينفق ماله في الحرام والضرر على نفسه، فسيسأل يوم القيامة عن ذلك. نعم.